لسه متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، عامل ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ موفق ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. نبتدي كلامنا كالعاده بالنادي الاهلي والمباراه الاخيره امام فريق اوفاق سطيف وفوز الفريق بنتيجه 2-0. رؤيتك للمباراه، رؤيتك للنتيجه، لاداء الفريق، وخصوصا ان احنا في مرحله هامه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي كان مقنع جدا في الشوط الاول. مقنع جدا وكان مقنع اداء ونتيجه. النتيجه جيده جدا لما تخرج 2-0 في مباراه في حجم وفاق سطيف الجزائري، في حجم مباراه نصف النهائي والضغوط وعدم وجود جماهير بفعل فاعل، عدم يعني وجود بعض العناصر المفيدة. بفعل فاعل ازاي يعني؟ بفعل فاعل انك انت، احنا ما تعودناش من الاتحاد الافريقي ان يتبعت جوابات بالليل يعني. مباراه ثاني يوم ما فيش، انت بتكون في معسكر تفاجئ بليله المباراه ان في لاعب عندك موقوف. طبعا دي يعني انت موقوف لسه اكتشفت ايقافه في ظرف يعني الساعات الاخيره من المباراه. لا وهو دي كان سلبيه كبيره، كمان في المباراه اللي قبليها دي سلبيه كبيره جدا. سيبك من دي، انا بتكلم يعني موجود مش موجود، انت تبعت جواب ليله المباراه ان هذا الحارس موقوف، او في قبل ساعات قليله المباراه ان هذا الحارس موقوف. دي سلبيه ما تعودناش عليها الاتحاد الافريقي. ونفس القصه حصلت مع الجماهير. يعني تحس برضو انك انت الحاجات، انا بقول بفعل فاعل لان القرارات اللي بتحصل في اللحظات الاخيره اللي انت ما تقدرش ترد عليها دي بتبقى فعل فاعل. حتى لو لم تكن متعمدا انك تعملها، لكن انت بتدي الانطباع بان ما حدث هو بفعل فاعل وترتيب محكم. هتحلها ازاي؟ انت بالليل هيبقى عندك الحارس الثالث، الحارس الثالث خلي بالك الحاجات دي فيها استعداد نفسي. طبعا نفسي شريف اكرامي مستعد انه يلعب احتياطي او الحارس الثاني لا قدر الله محمد الشناوي. نفس القصه علي لطفي بيكون بيقول لك لا انا في اثنين موجودين. فبمره واحده يلاقي نفسه واللاعبين بيهيئوا نفسهم نفسيا بالزبط قبل المباريات الكبيره زي دي. بالظبط. الجماهير القضيه مهمه جدا. جماهير الاهلي، نرجع نتكلم عن النادي الاهلي بس انا هكمل معاك في القضيه دي. اتفضل. يعني انت بتبلغ دلوقتي كاتحاد افريقي، بتبلغ النادي الاهلي قبل المباراه باقل من 24 ساعه، باقل من 24 ساعه بان في حارس موقوف. دي رقم واحد. رقم اثنين، الساعه 4:30 بالتحديد قبل المباراه بيوم، 4:30 تم ابلاغ النادي الاهلي ان المباراه هتكون بالاعضاء فقط. يعني حتى ما عندكش وقت. انا بعتبرها بدون جماهير. ايوه بدون جماهير. بدون جماهير. بس انت ما عندكش وقت حتى ان انت تخلي الاعضاء حتى يروحوا يحضروا المباراه من الملعب. هل انت شايف ان ده مقصود وده من خلال كلامك؟ انا قلت لك وجاوبتك، قلت لك حتى لو كان هو مش مقصود لكن توقيته صعب. يعني بيخلي فيه ايه يعني الدماغ تروح كده لاماكن بعيده. انا ما عنديش معلومه انها متعمده، لكن اللي بيحصل اللي حصل ده يخليني اقول انه ان حاجات مدبره بليل زي ما بيقولوا. لانك انت لو عندك النيه انك انت توقف حارس مرمى ما توقفه من فتره كبيره، ما فيش اي مشكله خالص. محمد الشناوي موجود، علي لطفي موجود، والاهلي يعني الاهلي بمن حضر في كل المراكز ومنهم حراسه المرمى. فبالتالي يعني كونه يتاخر لهذا التوقيت انا اراه يعني مع الاسف الشديد جانب الاتحاد الافريقي الصواب في هذا الموضوع. نمره اثنين برضه الامن والتدخل في طبعا الحاجات دي احنا ما بنقدرش نتدخل في موضوع الامن ده، اللي طبعا دي حاجات هم ادرى بها وكل حاجه. لكن في النهايه انت بتلوم القرار نفسه. القرار لماذا لم يتخذ منذ فتره؟ انت عندك المعلومه ان 10,000 يحضروا مباراه مش كده؟ وكان في سبيل لزيادتها، في سبيل كانت في مساحه، لكن تم الاقرار ان هم 10,000. ليه قبلها ب 24 ساعه اقول ما فيش جماهير؟ بعد بقى الجماهير اتحضرت واللي رايح التذكره فرحان ورايح هيشوف طبعا النادي الاهلي ومباراه مهمه زي ديت. اللعيبه نفسها محضره نفسها انها هتلعب قدام جمهور طبعاً. المنافس نفسه محضر نفسه قدام زئير يعني 10,000 بالنسبه للنادي الاهلي. انا اشوفهم يعني يوصلوا يعني زئيرهم وحبهم لتشجيعهم للنادي الاهلي. بس في حاجه للامانه الشديده برضو لازم اقول من منبر النادي الاهلي المحترم اني انا ضد اي هتافات ضد اي شخص. شجع فرقتك، شجع لعبتك، شجع كل حاجه. على فكره الناس فاهمه ان انا لما اجي اشتم فلان ولا اشتم علان مش معنى ده اني انا يعني هاخد بونط عليه. لا، انت خد بونط بتشجيع فرقتك، حمس فرقتك، شجع فرقتك. ده اللي هيخليك انت
تكسب بالنتيجه الكويسه. طب ما هو النتيجه الهتاف اللي مش سليمه هو حصلت بعض الجزاءات بالنسبه للنادي الاهلي ملهاش لازمه بالظبط كده. انا طيب بتمنى ان الجماهير تركز نفسها، تركز مع فرقتها، وتركيزها مع فرقتها افيد ليها من شتيمه الغير. طيب خلينا قبل ما نكمل كلامنا في جزئيه مباراه الاهلي وفوكس تيف مستمرين في هذا الموضوع وهذه المباراه بالتحديد، لكن من الجزائر كمان هنروح ناخد على الهاتف الاستاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه. استاذ سمير برحب بيك. اهلا بك اخي امير، تحيه الى ضيفك الكبير والى الكريم والى كل مشاهدي قناه. اهلا بحضرتك. طيب عايزين نتكلم طبعا عن ردود الافعال الجزائريه وجمهور وفاكس تيف وايضا الاعلام والصحافه الجزائريه عقب مباراه الذهاب ما بين الاهلي وفاكس تيف واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0. بطبيعه الحال يعني نتيجه 2-0 في كره القدم هي نتيجه تبقى خطيره على الفريق الذي انهزم بها، يعني في رد الفعل في الجزائر هناك نوع من التخوف من هذه النتيجه، يعني خاصه لما تكون امام المسجل هذه النتيجه وفريق الاهلي المصري، الفريق الذي يعرف دعم هذه النتائج. كان هناك نوع من الاستياء على مردود فريق وتخطي في الشوط الاول من المباراه، خاصه كان هناك نوع من التفاؤل إمكانية العودة في مباراة الإياب بالنظر إلى يمكن القول 44 دقيقة من الثانية التي لعبها وفاق الطيف في الشوط الثاني. مع الإجماع أنه النادي الأهلي قد يندم على الفرص التي أضاعها في آخر 5 دقائق من المباراة حين أتيح له كم يعني هائل في آخر 5 دقائق من المباراة، لم يتح له حتى في ال 85 دقيقة بأكملها. عموما يعني فيه أمل في تحفظ بالنسبه لمباراه العوده. طيب استاذ سمير عايز اسالك بالتحديد عن مباراه العوده والفرص بالنسبه للشارع الجزائري اللي شايفينها لفريق وفاكس تيف في مباراه الاياب، شايفينها ازاي؟ والله كما قلت لك يعني نادي وفاق الطيف يعني متعود هو دوما انه مباراتين بين وفاق الطيف والاهلي في السابق كله انتهت سنه 1988 بركلات الترجيح وانتهت في السوبر الافريقي في 2015 بركلات الترجيح. الكل الان يبحث يعني عن سيناريو رد الهدفين بطريقه القول لا اثنين بدون ثالثه للذهاب على الاقل الى ركلات الترجيح، خاصه يعني انهم فيها جزئيه يتفاءلون بها انه مباراه الاياب ستجرى يوم 23 من الشهر 10 وده نفس اليوم اللي كان في موسم 88 هم متفائلين بالجزئيه دي يعني في الملعب نفسه في نفس الملعب هم متفائلين بامكانيه تسجيل النتيجه في نفس ذلك اليوم. طيب بالنسبه للملعب كان في كلام كتير خلال ال 24 ساعه الماضيه ان فريق فوكس تيف هيختار ملعب اكبر هناك في الجزائر عشان يدي فرصه اكبر لحدود عدد ضخم من جمهور فوكس تيف، هل تم خلاص الاستقرار بشكل نهائي على الملعب اللي هيستضيف المباراه الاياب ما بين الاهلي وفوكس تيف؟ لا هي هذه عباره يعني عباره عن اشاعات يعني لا اساس لها. اشاعات. فريق فوكس تيف له ملعبه هو ملعب 8 مايو. تمام. يعني ملعب كما قلنا سبق ان تحدثنا في 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 فال سابق يلعب يعني 16,000 متفرج. تمام. فريق فوكس تيف بالتاكيد ان اراد ان يختار ملعب اخر فهو يعاقب انصاره لانه اقرب ملعب كبير هو يوجد على مسافه 300 كيلومتر يعني ملعب 300 كيلومتر يعني كيف اعاقب انصاري بالتنقل 300 كيلومتر بعيد عن مدينه سبيس. المباراه يعني بشكل رسمي ستحتضن يعني سيحتضنها ملعب 8 مايو بسبيس يوم 23، لا مجال تماما للتفكير في تغيير مكان هذه المباراه. بالتاكيد فريق الاهلي المصري فريق مرحب به وبجماهيره في ملعب 8 مايو. شيء لم نتحدث عنه يعني في هذه وهو انه فريق فاكس تيف يعني حظي بالمعامله اللازمه من فريق الاهلي. تمام. على قمتها وهذا ما نتاسف عليه يعني في منتهى الذوق مع نادي وفاق الطيف لم يسمع اي من افراد نادي وفاق الطيف او طيله المباراه اي كلمه خارجه عن الاداب. طبعا. رغم قله الجماهير يعني نشكر اداره الاهلي وجماهير الاهلي على قمتها التي كانت حاضره في المباراه. ان شاء الله ستجرى مباراه في مدينه الطيف بنفس الاجواء التي جرت فيها مباراه اتحاد العاصمه والنادي المصري التي احتضنها نفس الملعب منذ تقريبا حوالي اسبوع او 10 ايام. اذا يعني كما قلت المباراه ستلعب في ملعب 8 يوليو يوم 23 في
الساعة التاسعة بالتوقيت المصري، الثامنة بالتوقيت الجزائري، يعني نفس توقيت مباراة الذهاب. طيب الأسباب اللي أدت إلى ظهور فريق أو فاكس تيف في الشوط الأول بالأداء ده، واللي أدى لتقدم النادي الأهلي بهدفين، من وجهة نظر الصحافة الجزائرية شايفين الأسباب إيه؟ هل هي من الناحية الفنية؟ هل الأمور خصوصا مباراة نصف نهائي أمام نادي كبير زي النادي الأهلي ممكن تكون أثرت شوية على اللاعبين في الشوط الأول بالتحديد؟ وبعدين إحنا شفنا في الشوط الثاني كمان فريق فاكس تيف أفضل شوية، شايف الأسباب في تدني الأداء في الشوط الأول بالنسبة لفاكس تيف إزاي؟ وفقط كيف يعني نقطة ضعفه في مباراة الذهاب لو تلاحظون كانت عبارة عن الظهير الأيسر، يعني نقطة قوة الأهلي كانت الجهة اليمنى من هجومه، وخاصة بتألق حمودي. ممكن شيء يعني أنه فريق الطيف نظرا لقلة يعني وعدم وجود خيارات كثيرة، يعني تقلص قائمته الإفريقية إلى 15 لاعب فقط، كان محتم عليه إشراك ظهيرين بإفاقة، خاصة أن الظهير الأيسر هواري فرحاني الذي لعب مصابا. هذا الشيء يعني استغل الفريق النادي الاهلي، وكانت نقطه قوته يعني تقريبا كل فتحات حمودي كانت عباره عن توزيعات خطيره. اكيد يعني ايضا خطا المدافع المحوري في الهدف الثاني، يعني وهو واحد من افضل المدافعين في الجزائر عبد القادر بدران، كما يقال غلطه الشاطر بمليون. ممكن في الشوط الثاني تحسنت الاحوال افضل لما اعتمد المدرب على اقحام اللاعب اسلام بكير الذي يعني منح نوع من الاضافه الهجوميه فريقه في الشوط الاول. ممكن اربكته فتحات حمودي اكثر، يعني دفع زعزعت الدفاع اكثر من شيء اخر. في الشوط الثاني كانت امور افضل لو انه في اخر خمس دقائق لا احد يفهم ماذا حصل لوفاقسي في اخر خمس دقائق من المباراه، يعني لانه وفاقسي كان غائب تماما في اخر خمس دقائق لو تلاحظ. كان بامكانه فرص كانت عديده للنادي الاهلي تسجيل الهدف الثالث والرابع ممكن في تلك الفترات. هذا الشيء نظل انهيار بدني ولا ادري يعني ما اسببه، ولكن على العموم يعني على العموم عدم تسجيل الاهلي لهدف ثالث ممكن جدا ان يندم عليه في مباراه العودة. ان شاء الله الاهلي مش هيندم عليه ولا حاجه، بس توقعاتك للمتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ بطبيعة الحال يعني من حقك أن تقول، ولكن بكل روح رياضية من حقك أن تناصر الأهلي، من حقنا أن نطمح في العودة. أكيد بالتأكيد أننا سنكون إن تأهل الأهلي، إن تأهل الأهلي في صافرة الحكم الجنوب إفريقي سنكون أولا مهنئين له. أكيد أننا لن نستسلم قبل هذه الصافرة، من حقنا أن ندافع، وإن كان الأهلي هو طرف المباراة النهائية سنكون مشجعين له. أكيد طبعا، لأنه نادي كبير ويستحق منا كل الاحترام والتقدير. تمام استاذ. مباراة العودة كما قلت اراها تلعب اكثر في الشوط الاول، النادي حاول تقصي في تسجيل هدف مع حماس جماهيره، مع ارضيه الاصطناعيه، مع الاجواء العاديه يعني في ملعب 8 مايو، ممكن هذا الحماس ينعكس ايجابا على وفاق الصيف. ان نجح الاهلي في المباخره في مثل هذه المباريات بالتاكيد ان المباراه سيكون لها سيناريو اخر، لان الوفاق هنا سيكون مطالب باربع اهداف والمهمه ستكون مستحيله، لانه ليس الاهلي الذي تطمح في ان تسجل عليه اربع اهداف. تمام استاذ سمير بشير الناقد الرياضي بجريده الهداف الجزائريه، بشكرك شكرا جزيلا. اتكلم معانا في العديد من الامور الخاصه بمباراه الاهلي وفاكس تيف، سواء مباراه الذهاب او كمان التحضيرات لمباراه العوده. ارجع لضيفي العزيز استاذ عبد المنعم فهمي. بالمناسبه هم يعني في عام 88 النادي الاهلي في مباراه الذهاب فاز 2-0 هنا في القاهره، مباراة الإياب خسر 2-0 وخرج ضربات جزاء، كان يوم 23 أكتوبر برضه على فكرة، هم متفائلين بالتاريخ ده. بس بتقول العكس، تذكر معايا كده المباراه الاولانيه كانت هناك. لا الاولانيه كانت هنا، الاهلي فاز 2-0 هناك. الاهلي خسر 2-0 ربيع ياسين وعلاء مهيوب جاب الجون في الاول وربيع ياسين. بس مش عارف، انا ذاكرتي بتقول ان الماتش الاولاني كان هناك والثاني كان هنا. لا ما فيش مشكله، وضربات جزاء هناك عوامل السن بقى. طبعا متفائلين هم قوي بالموضوع ده، ما هم كمان كسبوا الاهلي في السوبر بدرجات الترجيح برضه، فده 2015. يعني انا ممكن تكون مصدر تفاؤل، بتبقى طاقه ايجابيه بالنسبه للعيبه، لكن دي مش كل حاجه في كره القدم. يعني انا شايف ان الاهلي اجهز، الاهلي افضل، الاهلي عنده كل الامكانات المتاحه اللي تخليه يتغلب على وفاق سطيف. وفاق سطيف انا شايفت له
في المباراه سلبيات كثيره جدا، منها التنظيم الدفاعي غير جيد، وعندهم لعيبه يعني عبد المؤمن جابه هو الوحيد اللي كنت شايفه من عامل شغل كويس، بس برضه ما كانش في مستواه. كلام الزميل اللي قاله برضه في يعني انا ممكن مش هعلق عليه بس اخذ منه نقاط مهمه، وهي ان النادي الاهلي هو الذي اعطى الفرصه لوفاق سطيف في الشوط الثاني ان يظهر بهذا الشكل، لان الاهلي تراجع بدنيا وتراجع فنيا، في بدليل انه في اخر خمس دقائق عندما شعر بانه يستطيع ان يحرز هدف فعمل ايه؟ كثف من هجومه واضاع وليد ازارو يعني هدفين، وفي هدف اتلغى انا شايف الهدف صحيح، هدف صحيح يعني ممكن النتيجه تخلص 4-5-0. ده تخلص منه انت بملخص للمباراه ان الاهلي معاه 2-0 معاه رايح هناك قدام، يعني انا شايف ان انا شفت ماتش المصري مع اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه كان بيلعب ممكن طبعا بره مش 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 ملعبه لما ملعب سطيف طبعا، فكان التشجيع كان مثالي يعني، حتى اللي كان حسام حسن كان خايف منه ما حصلش في هذه المباراه. ده نطلع بيه نقول ان الجماهير هتساند فرقتها بالشكل، مش عارف ده توقعت ان بالشكل المحترم واللائق. الملعب ضيق شويه، الملعب ترتان طبعا نجيل صناعي، ده ممكن يسبب ازمات لبعض لعيبه الاهلي، بس ممكن النادي الاهلي يستطيع من خلال تضييق المساحات الاهلي يجيد في هذه الملاعب انه يخطف هدف مبكر، ده اللي هيقضي على كل امال الفريق الجزائري. الفريق الجزائري زي ما حضرتك بتقول وزي ما هو بيقول بيلعب على التاريخ، لا الاهلي بيلعب على الواقع، الاهلي عنده الامكانات الفنيه اللي تخليه يقدر يوصل لابعد من كده، لانه فريق متكامل. يعني هتقولي متكامل وعنده نقص في الصفوف، اه متكامل بعناصره الفنيه اللي بتعمل هارموني بينها وبين بعضها، متكامل في كل خطوطه، ما فيش سلبيه لغياب اي حد، حتى اخر واحد علي معلول وغيابه انا شايفه برده مش مؤثر. لا بس لعيب مهم، ما انا اقول لك ما انا اقول لك ليه مش مؤثر، مش بدر يعني مش مؤثر بالمعنى الذي اقصده، بالمعنى اللي بقوله ان هو اي حد هيكون في مكانه هيأدي نفس الشكل بس مش بنفس التاثير، ولكن يعني ما هو مش نفس التاثير الهجومي بالتحديد. بص يعني احنا لو قلنا ان اي لعيب بيأثر الاهلي كده هيبقى فيه مشكله، ليه؟ لان عندك غايب من الاهلي السنه دي عن البطوله اللي فاتت، عندك لعيبه كتيره جدا، عبد الله السعيد عندك، احسب معايا عماد متعب مش موجود، حسام غالي مش موجود، لعيبه كتيره جدا كتير مش موجودين، سعد سمير مش موجود اهوت، لكن احمد حجاز، لكن في النهايه الفريق الذي استطاع بدون هؤلاء ان يصل المباراه قبل النهائيه فده معناه ان هذا الفريق قادر على انه يظهر. معروف الاهلي بمن حضر تمام، يعني بيبقى ما نقولش بقى ايه فلان هيأثر وفلان، لا مفيش مع الاهلي ليس هناك اي تأثير لاي لاعب مهما يكن من الامر، لان في النهايه الجماعيه هي التي تغلف اداء النادي الاهلي، وديك شايف وليد سليمان في ابهى حالاته برغم انه بيلعب بيتقال له يلعب في مركز 10 وما بيلعبش في مركز 10، يعني تشوف بس بيأدي بشكل ممتاز على الورق، على الورق في مركز 10 لكن ما بيلعبش في مركز 10، بتلاقيه برضه ناحيه اليمين وناحيه الشمال ومال المنطقه دي وعامل شغل كويس وافضل لعيب في النادي الاهلي، واخد حريه كبيره، واخد حريه كبيره لانه معاه نص الملعب كله بيتحرك فيه بحريه، وده يديك امل كبير انه وليد سليمان قادر على انه يقود الفريق بشكل للمباراه النهاية، بس يكون في توفيق شوية لوليد أزارو، ويا ريت يتخلص من عيوبه الخطيرة اللي دايما دايما هو يعني بتحصل في المباريات المهمة والصعبة، المباراة النهائية يعني دي أزمة كبيرة بصراحة. وخلي بالك حضرتك برضو أنت أكيد هتفتكر وليد علي معلول نفس القصة، أصيب السنة اللي فاتت في نفس الموضوع، وليد أزارو كان بيضيع نفس القصة، وأنت عندك مباراة يعني إيه الأمور متشابهة، ولكن نتمنى الأهلي يثبت إن الحكاية مش بالتاريخ، الحكاية بالحالة الفنية والمعنوية اللي بيعيشها. تمام. طيب كنا بنتكلم على قضيه مهمه جدا والعقوبات اللي كانت على النادي الاهلي قبل مباراه فريق وفاق سطيف، وانت حضرتك بصراحه اتكلمت فيها يعني بشكل مفصل اكتر، وان ازاي يكون قبل 24 ساعه واقل كمان من المباراه يتم حرمان النادي الاهلي من جمهوره، ما يبقاش فيه فرصه للنادي الاهلي يقدر حتى يدعي اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء النادي الاهلي ان هم يحضروا المباراه، ايقاف كمان حارس مهم جدا حتى لو مش اساسي بالنسبه للنادي الاهلي. الامور دي كلها انت شايف ان هي متعمده لاعاقه النادي الاهلي عن مواصله مشواره في البطوله الافريقيه من وجهه نظرك؟ طب لو قلت لك مثلا موافق انها تكون متعمده، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي؟
فرق، لا مش هيفرق، لا ما فرقش، بس احنا بنحلل الموقف. بص يعني ما انت لو حللت الموقف برضه هتوصل لحاجات معينه هتتعبك وهتتعبني وهتتعب الناس كلها. بس ايه القطر بتحط له بتحط قدامه اي حاجه بس بيفضل بيفضل ماشي، ما بيهموش، بيفوت في الحيطان وفي في كل حاجه قدامه. ده النادي الاهلي، قطار الاهلي السريع. مش بمدح النادي الاهلي عشان في قناته، لكن الاهلي معودنا دايما هو تحط له عقاب. ما هو لو الاهلي لو كان قد تاثر بهذه العقبات لما فاز 2-0 طبعا. خلي بالك الفوز 2-0 الناس مش واخده بالها ان النتيجه كويسه جدا، بس كان من الممكن ان تكون افضل لو كانت 3 ولو كانت 4، ممكن تكون اريح وافضل بالنسبه للاجواء اللي انت فيها، بالنسبه ان انت مثلا ممكن تشارك اللعيبه، حتى اللعيبه اللي هي مش مجهزه التجهيز الكامل تشارك مباراه العوده، ما فيش اي مشكله خالص. انما انت دلوقتي 2-0 برضو في فيها امل الفريق الجزائري، مش مفيش طبعا، بتلعب على ملعبك وسط جماهيرك. نخش في الحته الثانيه. بص انا زي ما قلت لك وباكد على كلامي، ان طالما انت تعمدت انك تحطيني في وقت الخانه الصعبه دي يبقى انت متعمد. متعمد بقى يعني تعرقلني متعمد ما انا ما اعرفش الابعاد ايه بصراحه. انا ما عنديش الابعاد ان يعني يخلي الاتحاد الافريقي يبعت في هذا التوقيت. هل وصلوا مثلا القرار متاخر؟ هل مثلا هل القرار بتاع الامن تاكد او تبين في اللحظات الاخيره انه وجود جماهير النادي الاهلي مثلا مقلق امنيا؟ ما هو مفيش حاجه اسمها مقلق امنيا. ما احنا ما هو انت عندك الناحيه الثانيه بورسعيد لعب المصري زودوا له وصل الملعب كان مليان يعني. فانت برضو خلي بالك في لازم يكون عندك في تكافؤ في الفرص في او تكافؤ المعامله طبعًا. عندك فريق بيلعب قدام وسط جماهيره الكامله، جماهيره العاشقه. خلي بالك برضو مع الاحترام الكامل لجماهير اعضاء الجمعيه العموميه للاهلي او اعضاء النادي الاهلي، لكن برضو مشجعين بتوع النادي الاهلي اللي هم اللي عارفين بيشجعوا، لانه برضو خد بالك العضو برضو يروحوا اسرته يروحوا ابنه، ممكن مش متعود على التشجيع بيتفرج مجرد فرجه طبعاً. وطبعا مقارنه نفسه عايز الاهلي يكسب وبيفرح بكل طبعاً. هدف أكيد. لكن الجمهور اللي هو المتعود انه يروح المدرجات ده بقى ليه شكل تاني، الستايل تاني، شكل مختلف وزائيره مختلف، واللعيبه عارفاهم وهم عارفين اللعيبه وعارفين ازاي الهارموني يحصل، ازاي احمس، امتى احمس، امتى اشجع الفرقه، امتى اهدى شويه، امتى ابطئ الريتم. الكلام ده مش موجود في الاعضاء، الاعضاء مش مشجعين محترفين، فده بقى اللي بيفرق معاك. وخلي بالك برضو انا زي ما قلت لك جماهير النادي الاهلي برغم قله عددها وقفت قدام القرارات الاهلي. انا شايف ان هو من افضل الاشواط اللي عملها الشوط الاولاني. حاصر وفاق سطيف في نصف ملعبه، والشوط الثاني زي ما قلت لحضرتك عامل اللياقه البدنيه وعامل التراجع، ما اعرفش ليه التراجع، ليه كان تراجع برضه غير مبرر، ولكن طبعا انا برجعه الى ضعف اللياقه البدنيه. وبرضه ممكن نتيجه 2-0 لكن مش عايز يجي فيها جون برضه بس برضه في حرص يعني في حرص. لكن برضه كنت شايف كارتيرون بره متضايق وزعلان، ان هو المفروض اللعيبه كانت تضغط اكتر من كده وتحاول نتيجه تحرز الهدف الثاني الثالث والرابع، وده طبعا اللي اظهره حرمنا منه مع الاسف الشديد. تمام، هو اظهره بس ما كانش موفق شويه في لا هو مش موفق بقاله فتره يعني. خلي بالك بقاله كام ماتش بصراحه اظهره انا شايف ان هو لعيب مهم جدا على فكره. يعني انا برضو مندهش يعني اظهره لما كان بعيد المنتخب ما كانش في استدعاءات، كان متالق للغايه وما بيروحش دلوقتي مش متالق في الفتره الاخيره وبياخده هو برضو رينار برضو عامل لنا لغز شويه معاه. هو خليني اقول لك معلومه. اتفضل. هو وليد اظهره قبل ما يجي النادي الاهلي برضه معلومه ممكن البعض ما يكونش عارفها، وانا سالت فيها وليد ازارو بنفسي. يعني كان بيروح منتخب المغرب وهو كان في الدفاع الحسني الجديد. ايوه نعم معروف. فقبل ما يجي النادي الاهلي لما كان في عرض من النادي الاهلي لضم وليد ازارو كان عنده بعض العروض من فرنسا، وكان في بالتحديد عرض من احد الانديه الفرنسيه كمان كان جايبه له، او كان خدوا راي هيرفي رينارد وقال لهم انا هخلي الولد ان هو يروح فرنسا احسن. فرينارد اتكلم مع وليد ازارو وقال له انت عندك عرض من فرنسا وفريق مش كبير خالص في فرنسا يعني في مؤخره الجدول كمان. فازارو قال له لا انا بفضل ان انا اروح فريق كبير جدا زي النادي الاهلي في افريقيا وهيضيف لي كتير جدا وهقدر ان انا اتالق مع النادي الاهلي. الراجل كان في بعض المحاولات انه عملها مع وليد ازارو ان هو يغير وجهته ويروح فرنسا، لكن وليد ازارو تمسك جدا ان هو ينضم للنادي الاهلي. دي معلومه انا بقولها لكم بناء عليه. بعديها لو كلنا لاحظنا وليد ازارو ما كانش بينضم للمنتخب المغربي على حد معلوماتي، واللي انا عرفته ان كان بسبب يعني من ضمن الاسباب ان هو ما راحش فرنسا، ان رينارد ما كانش
كانش بياخده. بس انت كده رينر انت بتلبس رينر في الحيطه كده. ما راحش مجرم. لان رينر برضو كده بناء على كلامك رينر هي احد الاسباب. احنا بنقول احد الاسباب مش بنقول السبب الرئيسي. ماشي. ما هو انت برضو كده هو بيتعامل ما بيتعاملش بروفيشنال، ما بيتعاملش احتراف، ما بيتعاملش بمستوى، ما بيتعاملش ممكن يكون الراجل ليه وجهه نظر. وخليني اقول لك برضو ان المغرب عندهم مهاجمين كبار جدا متواجدين. مفيش مشكله. هو انت ايه لما مهاجم ثالث معاهم يبقى ايه المشكله؟ مهاجم رابع معاهم، نعرف ان في اثنين عندهم من افضل اللعيبه، ليه ما يكونش ثالث معاهم؟ هو ازارو هداف الدوري المصري، احد اقوى الدوريات، وهداف افريقيا، هداف افريقيا السنه اللي فاتت. طيب يبقى الامور كده يعني. انت رينر لو سمعك هيعمل مداخله طبعا يرد على الكلام ده. لكن في النهايه يعني انا شايف انه وليد ازارو وبرغم يعني السلبيه اللي هي فيه دي، لكن هو في النهايه برضو وجوده مهم جدا. الناس بتقول لك لا ادي فرصه لحد تاني. لا، وليد ازارو لعيب مهم قوي قوي مهم جدا. بس اهم حاجه انه انا السنه اللي فاتت على فكره لما ابتدت الدوري انا قلت هياخد هداف الدوري. الناس كلها كانت بتهاجمه في الوقت ده وهجمتنا انا. يعني انت ما عندكش رؤيه، بتقول كلامه خلاص، وفعلا خد هداف الدوري. ان هو عنده اللعيب اللي بيروح على الجون ده بيضيع وبيضيع وهيجيب. وخلي بالك هو بيخلق نفسه فرص، لانه برضو حركاته ترمي له كوره من ورا المدافعين، هو بيروح يسبق ويجيبها. اي حد غيره تاني ما مش هيجيب الفرصه دي. فامكاناته الفنيه والبدنيه بتؤهله ان هو يخلق نفسه فرص كتير، عشان كده بيضيع. طيب من وجهه نظرك شايف مين اللي كان نجم مباراه الاهلي وفاق ستيف؟ يعني مين النجم الابرز؟ محتاجه سؤال يعني. وليد سليمان طبعا عامل مباراه رائعه، وزي ما قلت لك ان هو في ناس بتقول احمد حمودي، في ناس بتقول احمد فتحي. لا احمد حمودي، بص احمد حمودي لاعب مع الاسف الشديد يعني ربنا اعطاله الفرصة انه يثبت ذاته مرة اخرى، لكن مع الاسف هو متمسك بالفرصة ولكن لا ما مسكاش بايده واسنانه. يعني هو بس هو انا يعني شايفه بيتطور مع الماتشات، يعني ابتدى يلعب اساسي. مش ده احمد حمودي حضرتك اللي كان في احمد سموحه وبازل ولما راح الزمالك برضه، ولما راح الباط، ولما راح لكن خليني اقول لك يا استاذ عبد المنعم برضه خلال الماتشين سواء فريق حرية كوناكري الهدف الاول كان ليه دور كبير جدا فيه، عمل اسيست رائع. الماتش اللي فات كمان في كورة جت جون كانت اوف سايد كان هو اللي عاملها. الجون الاولاني النادي الاهلي امام ستيف كان حمودي اللي ساهم فيه بشكل كبير جدا. واضح كمان ان مستر باتريس كارتيرو معتمد عليه ومقتنع بيه. واعتقد خلال المباريات وتوالي المباريات لاحمد حمودي وازدياد الثقه عنده هيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. والله انا 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 يعني متحفظ على مستواه، يعني بالاحترام الكامل لكلام حضرتك، لانه انا لو في مكانه فرصه موجوده وبلعب اساسي من بدايه المباراه لازم اعمل لنفسي اكل النجيله مهما يكن من الامر، اكل النجيله واقدم. لانه انا شايف برضو الماتش اللي فات هو الهدف والهدف الملغي، لكن بعد كده تم تغييره، بيتم تغييره دايما. يعني هو مش ما بيكملش المباريات كلها طبعا، هو بدنيا واقع، لكن في النهايه ممكن برضو مع متوالي المباريات واقع شويه. ممكن مع بدايه مع باقي متوالي المباريات والثقه في النفس. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه استاذ عبد المنعم برضو ممكن تتفق معايا فيها، ان انا دلوقتي لعيب مثلا موجود في النادي الاهلي قعدت سنه ما بلعبش كوره، مش ده هياثر عليا سواء بدنيا او فنيا؟ كان وجهه نظر كابتن حسام بدري ده سنه ونص كمان من السنه، وكابتن حسام بدري هو اللي كان جايبه. يعني طبعا مع احترامنا وتقديرنا الكبير للكابتن حسام بدري احد النجوم واحد المدربين اللي اثروا في مسيره النادي الاهلي، لكن كان الكابتن حسام بدري هو. طب انت مش مضطر انك انت كنت تأيد احمد حمود اللي نقص في الصفوف عندك؟ اوكي ماشي، بس ده كان بناء عن تقرير فني من الجهاز الفني السابق. بص 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 اقول لك على حاجه، انا بقول برضو انا بحطها دايما عقيده قدامي. لولا تالقك ولولا جهدك ما جلست على هذا الكرسي. ولا نفس القصه. اي واحد في مكانه اذا اراد ان يصل الى القمه فعليه ان ايه؟ ان يتعب ويجتهد. طب لو انا المدير بتاعي مش مديني فرصه احاول اجتهد واثبت ذاتي، ايه اللي قعدك سنه كامله؟ ما انت برضو ايه اللي قعدك سنه كامله ما بتلعبش؟ المدير الفني طب ما تشوف لك اعاره، تخرج بره، تحاول تعمل اي حاجه، تحاول تشوف نفسك بره وتقدم ذاتك. ما هو ناصر ماهر مثلا برغم برضو تحفظي على 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 انه ربنا مديله موهبه مديله فرصه وامكانيات لم يستوعبها بعد، استطاع انه يقنع النادي الاهلي باعادته مره اخرى، واداله مكان مهم جدا رقم 10. لكن برضه هو لسه عشان لسه صغير في السن ما استوعبش الخبرات دي. لكن في النهايه انا 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 بلعب في النادي الاهلي في مكان مهم في النادي الاهلي في اساسي في النادي الاهلي، لابد ان اتشبث بفرصه وانا عندي الامكانيات احاول اخرج نفسي من الـ من الـ من الـ من الـ من المستوى السيء، اتدرب زياده عن اللعيبه. ما هو الحاجات دي برضو بالنسبه للاعب مهمه طبعا. الجهاز الفني بيعمل اللي عليه، لكن اللاعب عليه الدور الاكبر. انت عايز ايه؟
فهمني؟ حمودي لازم يشتغل على نفسه كويس، لازم يتدرب اكتر. انا متفائل بصراحه بصعود مستوى حمودي في الفترات الجايه كمان، هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. الاهلي محتاج، هو محتاج يشتغل على نفسه اكتر ان شاء الله. هو اكيد مدرك كده كويس، يبقى اساسي يعني. وليد سليمان انت بتخرجه تقول ليه؟ عشان بدنيا برضه خلي بالك السن اللي بيقول لي عامل، لكن بتتمنى ما يخرجش بره ارض الملعب. بقالك ايه؟ بقالك فتره. فنفسي يبقى حمودي زي ايه؟ ان شاء الله اكيد ان شاء الله. في السن بين الاثنين طب عامل ازاي؟ لما تيجي تقارن ما بين الاثنين، ده 33 سنه وده 28 سنه. طيب ليه ده كده وليه ده كده؟ ما برضه المقارنه تديك الاجابه طبعاً. الاجابه ان ده في دماغه ان هو يبقى وليد سليمان، حتى لو بغض النظر المنتخب ما خدوش، لكن في النهايه وليد سليمان الذي يقود النادي الاهلي وقياده طيب. النادي الاهلي في هذا التوقيت حاجه مش قليله. حضرتك قلت لي ان نجم المباراه وليد سليمان، هل شايف ان هو احد نجوم المباراه؟ لا ما هو فعلا نجم المباراه بصراحه، الراجل عمل مجهود اكبر. مباراه النجم احد نجوم المباراه. طبعا تمام. بصراحه. وهل انت شايف ان هو نجم الموسم حتى الان مع النادي الاهلي؟ بالظبط اكيد. بس ده اكيد نجم الموسم، اكيد بيقدم مستويات ثابته، اكيد خلي بالك ده بيسجل وبيصنع. بالزبط. بيسجل وبيصنع وبيقود الفريق بروح عاليه جدا، وبيقود لعيبه وبيقود مجموعه من اللعيبه الصغار اللي حصل معاه زمان لما جه النادي الاهلي بيحصل معاه دلوقتي. ودي ده شيء جميل جدا ومركز يعني. هم اللعيبه المركزين ما بتشوفوش، لا نراه مثلا في وسائل اعلاميه كتير ولا تصريحات ولا على فيسبوك ولا مش عارف سوشيال ميديا، مركز. وخلي بالك ده اللي مخليه دايما في الصوره، وده اللي هيخلي وليد سليمان يعني هينضج اكتر واكتر. وخلي بالك ممكن ما يفرش مع السن، حتى لو شوط واحد يستفيد بيه النادي الاهلي في قابل المباريات، ده هيكون مكسب كبير جدا للاعب وللنادي الاهلي. عنده سمات القياده كمان وليد سليمان الفتره بالزبط. دي بالذات، وخصوصا يعني يمكن هو احد اكبر لاعبي او من اكبر لاعبي النادي الاهلي سنا في ارضيه الملعب. بس برضو انا ضد انه يعني هو واخد رقم 10 كده يعني، واخد مركز 10. لا هو خلي بالك ده برضو اداله ميزه ان هو بيتحرك في بطول بطول نص الملعب، لكن هو ما بيلتزمش بمكانه بس. والحته دي بتبقى فاضيه شويه في في هجمات النادي الاهلي. لو وجوده مع نصر، مع حد رقم 10 زي نصر ماهر مثلا، ده هيعمل فارق كبير جدا. بس اهم حاجه بقى يعني خلي بالك، انا من معلوماتي انه وليد سليمان وحسام عاشور وشريف اكرامي الكبار كلهم واحمد فتحي كانوا سبب رئيسي في عفو كارتيرون عن نصر ماهر بعد اللي عمله في طبعا الخبره اللي عملها. وكان سبب اساسي. طب انت دورك بقى كبير يا كابتن وليد، فانك انت مكانك محفوظ، بس خلي بالك بقى انت المستقبل لمين؟ لناصر ماهر، لاحمد حمدي. انت بقى دورك في القصه دي مش بره الملعب، مش جوه الملعب، انت بره الملعب. ودي قضيه مهمه جدا خلي بالك احنا بنعانيها في الكره المصريه. وهي ايه؟ ان زي ما احنا بنعمل بره الرياضه بنعمل مفيش كفاءات، مفيش كوادر، مفيش مش عارف ايه. لا الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي فعلا موجوده في النادي الاهلي. انا شفت الكلام ده، انا سافرت معسكرات جدا كتير جدا مع النادي الاهلي بره مصر. إيه؟ اللاعبين الكبار فعلا بيقعدوا مع اللاعبين الصغار كتير، بيحاولوا يدوهم خبراتهم يستفادوا منهم، ودي ميزه موجوده في النادي الاهلي. مش خبرات فنيه بس، لا انا عايز الخبرات الفنيه مع خبرات بره الملعب. يعني اللي حصل مثلا من 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 ناصر ماهر وحصل من احمد حمدي في انهم يروحوا يلعبوا اربع دقائق حتى لو دقيقتين ماتش ودي لمجامله احد زملائي واحمد الفتوح. احمد الفتوح لو وجد حد يقول له ان فانيله الاهلي دي لا تليق بها تلبس اي فانيله تاني، حتى لو فانيله معموله لك شخصيا. فلازم يكون يعني انا كنت اتمنى ان هو يبقى، ما هو لو عارف دي ما كانش عمل ما كانش راح. لكن هو مع الاسف لم يقدر حجم ووضع النادي الاهلي. استفادوا منها بشكل كبير، استفيد منها. واللعيبه الكبار هم يقودوا الصغار الى 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 يعني انت خلي بالك هتلعب مكاني بكره، محتاج كذا، هتعمل كذا بره الملعب، كذا جوه الملعب كذا. ده دور القياده مش جوه بس. احنا يعني الله يرحمه كابتن ثابت البطل في اداره الكوره، وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مدير الكوره في النادي الاهلي ما بيشتغلوش على جوه الملعب، بيشتغلوا على بره الملعب. لان بره الملعب بنسبه 60% اللعيب هيبقى ايه جوه الملعب. مش بتراقبه، لا ده انت بتعرف هو بيعمل ايه ورايح فين وجاي. كابتن ثابت كان بيتصل باللعيبه انت فين، وتصل على التليفون الارضي مش الموبايل. حتى لما اخترعوا الموبايل يقول لك انا في البيت، طبعا هو مش في البيت، في الموبايل. لو كان بيتصل على التليفون الارضي عيون في كل حته كابتن ثابت الله يرحمه. وبرضه ما كانش يعرفه، ما كانش يعرف موضوع ممكن يحول التليفون، يحوله على التليفون. فكانت يعني المهم عايز اوصل لده ان ايه، ان 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 دور المتكامل للنادي ان هو يحافظ على لعيبته. اكيد. بس طيب قبل ما نقفل ملف النادي الاهلي ونروح المنتخب سريعا، ايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين لما هو قادم من مباريات؟ عندنا مباراه الاتحاد السكندري، بعد كده الترسانه، وبعد كده هيبقى عندنا وفاق ستيف في دوري ابطال افريقيا. الاهم مباراه وفاق ستيف والتاهل للنهائي ان شاء الله، بس قبلهم مباراتين مهمين برضه. المرحله الجايه مطلوب ايه من الجهاز الفني واللاعبين؟
اقول تدوير، تدوير في مشكله بالنسبه للنادي الاهلي، لان العناصر كلها مش جاهزه، عناصر مشكله كبيره بالنسبه له، ده اللي حصل مع المصري برضه في افريقيا. لا، دور الاهلي يعني تدوير على قد ما يقدر. خلي بالك برضو انت مهم جدا انك تصعد دور 32 قدام الترسانه، لان برضو لو عملت مباراه سيئه هتخرج، ادي بطوله راحت منك. الدوري مهم جدا انك انت بحرص بقى وبعنايه، لان برضو انت هتقابل منافس قوي جاي حلم طولان، خد 4 نقاط، عامل ماتشات كويسه جدا في حاله مختلفه تماما من الحاله اللي كانت موجوده قبل كده. جمهور السكندري طبعا لما بيفوز فرقته بتبقى في قمه معنوياتها، وتحميس اللعيبه متحمسين جدا. فالنادي الاهلي مطلوب من كارترون تدوير اللعيبه، استشفاء سريع، محاوله التغلب على الاجهاد، لان ده برضو انت خلي بالك هتلعب مباراتين، هتلعب بعد كده مباراه اللي قبل النهائي، فده ممكن يعمل لك برضو زياده في الاجهاد. فانت بقى دورك ودور بقى الاجهزه الطبيه واجهزه العلاج الطبيعي او بتاعت اللياقه البدنيه تشتغل في الفتره اللي جايه دي، تاهل اللعيبه تاهيل. خلي بالك التاهيل النفسي مهم جدا برضو، طبعا اهم حاجه عنصر كويس جدا العامل النفسي. انت عندك عندنا 3 بطولات افريقيا، والنادي الاهلي دايما بيخش بطوله مش عشان خاطر مشاركه شرفيه، مفيش طبعا الكلام ده مش موجود مع الاهلي والزمالك، مفيش موجود مشاركه شرفيه، موجوده ايه؟ موجوده ان انا اخد البطوله. ده دور كارترون، دور نفسي مهم جدا. اللعيبه فنيا وصلت لاعلى مستوياتها، عنده لعيبه ممكن يستعين بيها في كاس مصر، اللعيبه مهمه جدا، ممكن يدي فرصه لشريف كرامي، ممكن يدي فرصه لعلي لطفي، ممكن يدي فرصه مثلا الباك الشمال عندك صابر رحيل، ممكن يدي فرصه عندك احمد علاء، لعيبه كتيره جدا ممكن يديها الفرصه. ولاي لعيب زي ما بنقول الاهلي بمن حضر في المباريات الكبيره، الاهلي برضه بمن حضر في كاس مصر، الاهلي بمن حضر في الدوري، لان خلي بالك الاهلي لو لعب مؤجلاته في الدوري هو طبعا يبقى طبعا في القمه. طيب خلينا سريعا ناخد ردود افعال الجماهير عن سؤال حلقتنا النهارده، هو خاص برايهم في مستوى محمد صلاح بعد الخساره الاولى ليهم امام فريق نابولي في بطوله الشامبيونز ليج. نبتدي بفيسبوك. محمد هشام قال للاسف صلاح مستواه في النازل، انا اقترح يقعد على الدكه ماتشين او 3. مصطفى محمد قال اكبر لاعبي العالم بتمر بنفس الموقف، صلاح مستواه قل شويه لكن لازم يراجع نفسه سريعا، خصوصا ان جماهير ليفر بتطالب ببيعه الفتره اللي جايه. ما اعتقدش خالص الكلام ده صح. لا، واحد بس من القراء كتب تويته وهي اللي عملت الناس تنقلتها، يعني الصحافه الانجليزيه تنقلتها، بس واحد بس، واحد ممكن يكون ايا كان، بس يعني مش عشان لعيب مستواه يمكن قل شويه او يعني الناس مركزه مع صلاح، يعني مع الاسف انا زياده على اللزوم، انا يعني معلش هاخد من دي واحده بس. الناس مركزه مع محمد صلاح برغم ان امبارح لو شافوا الخط الهجومي، اتكلم الخط الهجومي بس، فيرمينيو ما عملش حاجه امبارح، وماني برضه، وساديو ماني هو بس كان بيجري وبياخد الكرة، لكن انت مركز على صلاح ليه؟ لان صلاح ثالث افضل لاعب في اوروبا، ثالث افضل لاعب في العالم، فطبعا لازم العين عليه. ما لعبش وعليه ضغوط، لعيب احسن لاعب في العالم، الناس بتشوفه انت عامل ايه؟ ممكن امر بحاله مباراه 2 3، بس صلاح محتاج بقى ايه؟ يعني صبر عليه، صبر عليه، لا هو كمان يقعد مع نفسه يسترخي شويه كده، زي ما قال له كلوب، يورجن كلوب، يسترخي شويه ويقعد كده ويفكر في مستقبله، ان هو خلي بالك عمره ما يحقق، يعني مفيش لعيب كوره ياخد افضل لاعب في في في, في انجلترا، مفيش غير ميسي ورونالدو. لا انا بتكلم على كده في الدوري نفسه، يعني كان يتناوبها رونالدو وميسي في الدوري في الاسباني، عمره هو ما ياخدها كل سنه، فاكيد هيلاقي منافسين. اكيد طبعا، اكيد. طيب نكمل ردود افعال جمهور النادي الاهلي على صفحاته على السوشيال ميديا، ولسه مكملين فيسبوك. اسلام الشرقاوي قال الموسم لسه في اوله، مش لازم نستعجل على الحكم عليه، كل لاعب بتقابله اوقات صعبه مش بيكون في مستواه، ان شاء الله يرجع ويثبت انه مش لاعب موسم ويتنسي. عاوزين ندعم صلاح. محمد رأفت قال ارى ان مستوى محمد صلاح اقل من الموسم اللي فات، ولكن اتمنى لي تقديم افضل موسم، وتحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا ابو حميد ولكل العاملين بقناه الاهلي، تحياتنا ليك اكيد. محمد خالد قال الموسم لسه في اوله، ثانيا صلاح خايف على نفسه، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله يرجع احسن من الاول، تحياتي ليك يا امير، تحياتي ليك يا محمد. سيد شورى قال اي لاعب في العالم مستواه بينزل بعض الفترات وبيعود لمستواه الطبيعي بعد كده، ومتاكد من عوده صلاح وبقوه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. راجي علي قال لكل جواد من كابا وسيعود سريعا باذن الله. كرم كمال الدين قال الفرديه سبب كل مشاكل الفريق، الحل الجماعيه وانكار الذات. احمد طاهر قال لازم يطور من نفسه، واحمد محمد محمود قال كلوب يعادوا دكه ماتشين علشان يفوقوا. ونروح بقى لتويتر نشوف قالوا ايه. ياسر قال متذبذب ولا يساعده احد من زمايله، مطلوب منه التركيز والاهتمام بالتدريب. محمود وليد قال مستوى سيء للغاية وهذا ليس مستوى طبيعي. مصطفى المنسي قال بصراحة مستوى محمد صلاح في النازل لازم للأسف ربنا
ربنا يوفقه في القادم. دعاء خضري قالت بصراحه اداء الفريق كله كان متواضع، اما بالنسبه لصلاح فاي لاعب كبير بتمر عليه فترات تراجع في مستواه. شيماء السيفي قالت الموسم لسه طويل وان شاء الله مستوى محمد صلاح هيرجع زي الاول واحسن. بركات عزام قال مستوى قل كتير. محمد ممدوح مراد قال العادي بتاع اي لعيب ان مستواه مش بيبقى طبيعي مستقيم. يعني خلينا عامه ان الناس كلها شايفه ان محمد صلاح مستواه يعني مش زي الموسم اللي فات، لكن ان شاء الله اتمنى محمد صلاح يعود لمستواه الطبيعي. هذا الكلام يزعج اللاعب نفسه على فكره، كتر الكلام عنه. لا بس خليني اقول لك شخصيه محمد صلاح يعني قويه، وعارف ان هو ده طبيعي جدا بالنسبه له. سريعا عشان لازم نختم، تعليقك على القائمه اللي اختارها مستر اجيري، القائمه المحليه لمنتخب مصر الفتره الجايه ومواجهتي سويسرلاند. سريعا شايف لعيبه بعض اللاعبين كان ممكن، بص لا مش هقول اسماء، يتحمل مسؤوليتها، لان في النهايه هو اي مدير فني يتحمل مسؤوليه اختياراته مع التحفظ على عدم وجود بعض العناصر مهمه جدا منهم وليد سليمان، حتى لو راح ويلعب شوط واحد لاحمد فتحي لا بص يعني في لعيبه كتير، هو دي رساله خلي بالك، هو عايز يؤدي رساله، بس اهم حاجه اللعيبه البديله انها نشوف بالزبط. قادر على استيعاب هذه الرساله ولا كمان على فكره في محمود علاء هداف الدوري كمان مدافع جيد جدا طبعًا. وعندك اوباما برضو لاعب مميز. انت هديني دقيقه هيكون صعب الكلام فيها، لكن عايز اقول لك على الجزئيه المهمه جدا. اجيري وهاني رمزي يتحملان مسؤولياتهما في هذا الموضوع. هنشوف النتيجه كويسه جدا، ومشيت نتيجه ماشيه معاهم يبقى كلامهم صح. نتيجه ما مشيتش معاهم هيرجع وهيرجع تاني للاعيبه الكبار يبقى هو كان غلط. تمام. الايام نفسها التي ستجيب على هذا التساؤل، لان في النهايه هم المسؤولين. يعني خلي بال حضرتك، انا رايي انا ممكن اقول لك محمود علاء احمد فتحي لكن في النهايه هو هيعمل ايه؟ ان شاء الله. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق لمنتخب مصر خلال المرحله المقبله، واكيد نتمنى كمان كل التوفيق للنادي الاهلي. استاذ عبد المنعم نورتني وشرفتني النهارده. الله حبيبي يا منعم، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بنشكر استاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير، اتكلمنا في العديد من الامور الهامه جدا بالكره المصريه وبالنادي الاهلي كمان بالتحديد. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، انتظرونا ان شاء الله، انا هكون معاكم يوم الخميس، من يوم السبت هتكون معاكم زميلتي العزيزه شيماء صابر، وحلقه جديده ان شاء الله تكون مميزه من برنامج كلام في الميديا. إلى اللقاء.